أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى تغطية جديدة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطيات للمستجدات في محافظة مارب. ما زالت ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى اليوم تبحث عن نصر وهمي في مواقع تواصلها الاجتماعي وكذلك إعلامها الزائف والكاذب، التي تروج لأنصارها بأن المعركة باتت على أسوار محافظة مأرب. لكن الحقيقة والواقع بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي تروج لها هذه الميليشيا الحوثي الإرهابية، فجثثهم أصبحت تملأ صحراء مأرب بسبب ضربات أبطال الجيش الوطني التي تتلقاها تلك الميليشيات الإرهابية على جميع الجبهات، وبات الفرار بالمئات، وإضافة إلى الخسائر المادية التي تتكبدها تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية. لم تكتفي بهذا القدر من الكذب والادعاءات الزائفة، بل أصبحت حتى تروج لمقاتليها بأنهم أصبحوا وسط مأرب لتنفي كل الأكاذيب والشائعات ما خرج به أبناء محافظة مأرب، وهم يعيشون بسلام وأمان وبعيدين كل البعد عما تروج له تلك الميليشيات الإنقلابية من اقتحام المدينة. فالواقع مغاير لتلك الأكاذيب التي تنشرها ميليشيا الحوثي الإرهابية. يتفاجأ أبطال الجيش الوطني عندما يلقون القبض على عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنهم أصبحوا في محافظة مأرب، وعندما يقتادوهم إلى الأماكن العسكرية يجدون أنهم بعيدين كل البعد عن هذه المحافظة الشامخة الأبية العصية حتى هذه اللحظة على تلك الميليشيات الإرهابية. وكما تحدثت سابقا في التغطيات السابقة بأن اليوم أبطال الجيش الوطني ليسوا كالأمس، لم يعودوا في موقع الدفاع بل أصبحوا في موقع الهجوم، وتتهاوى جبهات ميليشيا الحوثي الإرهابية بأقل من دقائق بسبب ضربات أبطال الجيش الوطني، وباتت أعين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بغطاء شعبي وكذلك بغطاء من التحالف العربي، باتت أعينهم تترقب العاصمة المختطفة صنعاء. بين صنعاء في ظل سيطرة الحوثية ومأرب في حضن الحرية والجمهورية، يبدو الفارق هائلاً والمسافة مستحيلة في المقارنة والقياس. ففي مأرب تحظر الدولة بمؤسساتها الرسمية وسلطتها المحلية، على الرغم من تضاؤل هذا الحضور في محافظات أخرى هي في النطاق الإداري للسلطة الشرعية وخارج سيطرة الحوثيين. في مناطق سيطرتها أجهزت الميليشيا الحوثية على كل البنى التحتية للمؤسسات الرسمية والهيئات الدستورية من برلمان وحكومة والسلطة القضائية، بل قضت على قيمة الدولة كمفهوم سياسي ومعنى اعتباري. فيما كانت الميليشيا تفجر منازل المواطنين وتهجرهم قسرا وتزج بالآلاف من المدنيين الأبرياء في معتقلاتها السرية والمعلنة وتقيد وتقمع كل الحريات والحقوق، ظلت مأرب النموذج المغاير على طرفي نقيض. فتحت مأرب صدرها لكل اليمنيين واستضافت أكبر كتلة بشرية من النازحين داخليا والمهجرين قسرا بما يزيد على مليوني نازح، وشهدت طفرة تحول قياسي في الحركة التنموية والنهضة العمرانية، وانطلق منها مئات الصحفيين وعشرات المراكز الإعلامية في معركة الكلمة بحرية وبيئة حاضنة ومشجعة. أمن وازدهار، سلام وتعايش، بناء وحياة، معرض للكتاب لا صور القتلى، وحديقة للأطفال لا مقبرة للجنود الصغار، ومطبعة تنتج الكتاب المدرسي على نفقة السلطة المحلية، لا جيوب أولياء الأمور ولا لتنتج ملازم الخرافة ومواعظ الشيطان. مأرب هي الفارق الجوهري بين كل النقائض التي لا تتقاطع عند نقطة على خط المسافة بين الميليشيا والدولة. لذلك ظلت مأرب النموذج الجمهوري النقيض الذي يفضح قبح الميليشيا الطاغوتية ومدى ما أنتجته من خرائب في مناطق سيطرتها.
فاستماتت الميليشيا في محو هذا الفارق كي لا تبقى لليمن الجمهوري أثرا يدل عليه أو يذكر اليمنيين به. شكرا للزملاء الذي أعدوا لنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر حول هذه أو هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد، من معنا على الهاتف؟ الشيخ محمد الحزمي عضو مجلس النواب. مرحبا بكم شيخ محمد. شيخ محمد مرحبا. يا مرحبا، أسعد الله مساءك بكل خير شيخ محمد، سعداء بانضمامك معنا للحديث حول هذه التغطية عن المستجدات في محافظة مأرب. اليوم نتحدث عن واقع افتراضي تعيشه تلك الميليشيات على مواقع الافتراضية، والتي باتت تروج لنصر افتراضي على بعيد كل البعد عن الواقع الذي تعيشه بسبب ضربات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب. على ماذا تراهن ميليشيا الحوثي الإرهابية وهي ما زالت تتلقى تلك الضربات من أبطال الجيش الوطني وما زالت تروج لتلك الأكاذيب شيخ محمد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله ناصر المؤمنين، مؤيد الموحدين، ناصر المظلومين. تحية أولا إلى كل الأبطال في ساحات الوغى، إلى كل أبطالنا في القوات المسلحة والمقاومة والقبائل. تحية إلى الثابتين الصامدين في مأرب والجوف والبيضاء وتعز وفي كل أرجاء الوطن، ثابتون على الحق الصادون لهذه الشرذمة الباغية. تحية لهم، تحية إجلال وإكبار وإعزاز، تحية دائما وأبدا ترشاهم في كل موطن، هم عندما نجدهم في كل موطن الرجال فلهم تحية منا على كل حال. هذا أولا. ثم ما أشرت إليه، فالميليشيات اليوم هي لا تراهن على شيء، لكن ماذا تريدون منها أن تقول لأولئك الذين أخذوا أولادهم إلى هذه المحرقة؟ ماذا سيقولون لهم؟ هم أخذوهم على أساس أنهم نازلين إلى مأرب يأخذون نصيبهم كما يزعمون من الغاز والمشتقات النفطية. أخذوهم من أجل أن كما يقولون لهم أنهم ذاهبون إلى مدينة مفتوحة، فإذا بهم يرجعون إليهم مصندقين، جثث هامدة، فماذا يقولون للناس؟ إذا لابد أن يصنعوا انتصارات مزيفة من أجل أن يكذبوا على الناس ويدلسوا على الناس لأمرين. الأمر الأول لإقناع الناس الذين هلك أقرباؤهم في هذه المعركة التي لا ناق لهم فيها ولا جمل، والمسألة الثانية يدلسون على الأحياء من أجل أن يسوقوهم إلى تلك المحارق والمهالك. ولذلك هم لا يراهنون، إنما الآن هم يحاولون أن يلملموا ما فعلوه من جريمة شنعاء في حق أبناء الشعب اليمني عندما ساقوا هؤلاء القطعان إلى هذه المهالك وتلك المحارق التي ما وجدوا على حدود مأرب إلا الموت الزؤاب. ولذلك فهم يحاولون كعادتهم التدليس والتلبيس كما يفعل إبليس. نعم شيخ محمد، إذن ميليشيا الحوثي اليوم باتت في مأزق وتريد أن تخرج من هذا المأزق بترويج بالأكاذيب وغيرها، لكن ماذا عن ردة فعل الشارع الذي بات يعرف كل تلك الأكاذيب ولم يعد ينخدع بتلك الشعارات وما يروج لها ما تروج لها ميليشيا الحوثي الإرهابية وانعكاسها على الواقع في المناطق الخاضعة التي تسيطر عليها تلك الميليشيات الإرهابية؟ أنا أقول يا أخي، أولاً نحن عندما نقرأ التاريخ نجد أن
قد تكون هناك حدث أو موقعة تغير مجريات الأحداث كاملة. يعني الحرب الإيرانية العراقية، نحن نذكر عندما أراد نظام خميني أن يجعل من معركة البصرة عبرة لمن يعتبر، وأن يجعلها سببا في الاستحواذ على العراق. لكن عندما وجد رجال صامدون أمامه لا يهابون الموت، تحولت معركة البصرة إلى هزيمة للمشروع الخميني في تلك الفترة. وأنا أتوقع، بل إن شاء الله معتقدا جازما مستعينا بالله كما لي أمل في كل الأبطال في الميدان، أنهم سيجعلون من معركة أسوار وحدود مانب والجوف، سيجعلون منها فتحا قريبا ونصرا كبيرا، ليس لمارب والجوف بل لليمن قاطبة. الحوثيون مشروعهم إلى اندحار، هم أخذوا هذا المنهج من أسيادهم في إيران، وهو أن يحرقوا كما هائلا من البشر في سبيل أن يصلوا إلى هدفهم. لكن نحن نقول لهذه القبائل، أقول لعاقل الحارة، أقول لشيخ القبيلة، أقول للمسؤول المحافظة ومسؤول المديرية الذي يحشد هؤلاء البشر إلى هذه المحارق، أين ستذهبون من الله؟ ماذا ستقولون لله عندما يسألكم عن هذه الدماء التي تسفكونها، تسفكون بها دماء المسلمين سواء كانوا قاتلين أو مقتولين؟ ماذا ستجيبون على الله عز وجل؟ هل سينفعكم سيدكم؟ هل سينفعكم تنفعكم مناصبكم؟ أنتم تسوقون الناس إلى الهلاك، إلى الدمار، إلى القتل، فهذه كارثة. ولذلك هذه الجثث وقوافل القتلى التي تعود من حدود ماء والجوف إلى صنعاء، هذه رسالة لمن له عقل، لمن كان يفكر، نقول له ماذا ستجيب الله عز وجل على هذه المحرقة. نعم، ابقى معنا شيخ محمد، وننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف القائد الميداني حسن حجازي. مرحبا بك سيد حسن. الله يبقيكم ويعزكم. أهلا ومرحبا بك حسن، ما هي آخر المستجدات لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الله، ثم نشكر أبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية على ثباتهم المستميت في مواجهة هذه الشرذمة الباغية التي أهلكت الحرث والنسل. وآخر المستجدات التي لدينا أو لدى سلاحها الحوثي هجم على كل الجبهات كما معلوم، لكن بفضل الله تم كسرهم. الآن تم تثبيت خطوط دفاعية صلبة، إن شاء الله سيتم إبادة ومجزرة هذه القطعان التي تسفها ميليشيات الحوثي إلى الهلاك. نبشر ونطمئن الجميع أن مأرب صامدة وجبهات مأرب صامدة، وأن الكل ثابتين في مواقعهم. الحوثي دفع بأمواج، بل بسيل بشري من البشر، لكن بفضل الله ثم ضربات الأبطال قتلت منهم الكثير، وفر منهم من فر، وتم أسر مجاميع كبيرة، والوضع الميداني الآن طيب إن شاء الله. إن شاء الله. حسن، كم تبعد المعارك عن مدينة مأرب؟ المعارك لا زالت نفس الخطوط السابقة، لازلنا في المشيح وفي هيلان وفي جبهات صروع. صحيح حصل تسلل في بعض الأماكن، لكن الحمد لله تم تدارك الأمور. المسافة التي تبعد من أطراف مدينة مأرب الغربية إلى أقرب موقع ما يقارب في بعض الأماكن تصل إلى 70 كيلو، وهي جهة هيلان والمشيح، والمناطق الأخرى التي جهة صروع إلى 40-50 كيلو. المسافة لا تزال نفس المسافة. يعني الآن عندما نتحدث عن هذه الجبهات المشتعلة، يعني ما تروج له هذه الميليشيات من تقدم وغيره، ما الذي يمكن أن تحدثنا عن هذه الأكاذيب التي تروج لها هذه الميليشيات؟
نحن في مواجهة مستمرة مع ميليشيات الحوثي من 2015 إلى الآن. عرفنا كل صغيرة وكبيرة، وعرفنا دبلجاتهم وفبركاتهم الإعلامية. لا يغرنا هذا الكلام. صحيح أنهم تصوروا في مناطق، في منطقة وادي ذنة في التي على حدود الجبهة، لكن هذه المنطقة بعيدة جدا من سد مأرب. هم يوهمون ويزعمون الناس أنهم وصلوا إلى سد مأرب. سد مأرب بعيد عليهم جدا. الصور التي نزلت والمقاطع التي نزلت بعضها مفبركة من 2015 عندما كانوا مستقرين على هذه المنطقة. الحوثي يزج بسيل من الشائعات كما زج بسيل من أمواج بشرية، لكن كلها أبيدت أمواجها البشرية وتم تفنيد إشاعاته بالواقع. كم تقدر الخسائر المادية والبشرية حتى الآن؟ الخسائر المادية كثيرة، من أطقم وعربات وسلاح وذخائر. أما البشر فوالله أن فيهم مجازر لا تعد ولا تحصى. من ضمن الأسرى الذين تكلمنا معهم والذين تم إلقاء القبض عليهم، قال كنا أفواج المئات ولم يرجع منا أحد، إما قتيل أو أسير أو جريح أو هارب شارد في الوديان. خسائر كبيرة وقتلهم تتجاوز المئات. أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي من مأرب حسن حجازي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك شيخ محمد. يعني حقيقة شيخ، اليوم وعندما نتحدث عن هذه المعارك نتحدث حقيقة عن محارق لميليشيا الحوثي الإرهابي. يعني نريد اليوم أن نخاطب صوت العقل لما زالوا منغرين بتلك الميليشيات الحوثية الإرهابية وزجون بأطفالهم وشبابهم إلى هذه المحارق. نحن نتحدث والله ليس لرفع من معنويات أبطال الجيش، لكن هذا واقع حقيقة. اليوم الجثث لأنصار ميليشيا الحوثي الإرهابية متناثرة في صحراء مأرب، وبعيدا عن ما تحجبه عدسات الكاميرا هناك واقع تعيشه تلك المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالجثث التي تصل يوميا أفواجا إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. نريد اليوم رسائل عقلانية لأولئك الذين ما زالوا منغرين بميليشيا الحوثي الإرهابية وتحت شعارات نقاتل أمريكا في مأرب ونقاتل إسرائيل في مأرب ونخلصكم من الدواعش وغيرها من الشعارات التي تمارسها تلك الميليشيات الإرهابية. ما هو الشيء الذي يذكر في مثل هذا المقام؟ أولا يا أخي، نحن فعلا والله يا أخي نحن نتألم لأننا نرى هذه الجثث يعني محترقة ومبعثرة وفي الصحاري والجبال والوديان. لماذا هذا الكم الهائل من المحارق تقودها هذه الميليشيات الإرهابية؟ من أجل الحكم. الحكم له طريق واحد وهو صندوق الانتخابات. أما صناديق الجنائز فهذا طريق العصابات، عصابات القتل والإرهاب والخراب. هذه نقطة. نحن نتألم لماذا؟ لأنهم بالنهاية أبناء شعبنا، وبعضهم مغرر فيهم، وبعضهم يساقون إلى الموت وهم لا يشعرون. يعني في وجدوا معهم أسحار، وجدوا معهم حبوب، لا أدري ما اسمها، هذا يعني كارثة. وكأن الميليشيات الحوثي تقول اذهبوا فموتوا. فكأن من أجل من؟ اذهبوا وموتوا من أجل من يعني؟ لأجل لبقائهم في سلطة صنعاء. هذه واحدة. النقطة الثانية مسألة التدليس، فهم يقولون انزلوا قاتلوا إسرائيل والإسرائيليين والأمريكيين في مال. هذا التدليس والتلبيس، هذا هم من يوم خرجوا وهم كانوا يقولون في أهل دماج قاتلوا هذو دواعش، ولما انتهوا من دماج ذهبوا إلى عمران قالوا قاتلوا هؤلاء نحن نحارب الظلم. انتهوا من عمران وطلعوا صنعاء قالوا نحن نريد أن نقاتل نستعيد السيادة، لأن السفير الأمريكي هو الذي يحكم اليمن. وعندما دخلوا صنعاء حموا السفارة الأمريكية وفجروا واقتحموا بيوت المواطنين اليمنيين، وهذا ثم انتقلوا إلى نفس الكلام إلى بقية المحافظات تحت هذه اللافتات الكاذبة. هؤلاء لا يعرفون للحق طريقة، لا يعرفون للصدق طريقة.
هؤلاء لا يعرفون إلا الكذب، وكأنهم يتعبدون لله بالكذب، وحاشا لله أن يتعبد له بالكذب. ولذلك تجد أنهم كاذبون، لكن تتألم عندما يصدقهم هؤلاء بعض الرعاة ويصدقون أنهم ذاهبين لقاتل إسرائيل. طيب إذا كنتم صادقين في قتال إسرائيل، إسرائيل حدودها مع حزب الله في جنوب لبنان، لماذا لا تأخذوا هؤلاء المضحين من أجل فلسطين كما توهمونهم؟ خذوهم إلى هناك، ونحن علينا نجمع حق التذاكر ويتم الذهاب بهم إلى جنوب لبنان يقاتلوا إسرائيل. لكن لم يقتل إسرائيليا، إنما كل القتلى الذين يقتلون يقتلون ويقتلون بسبب هذه الميليشيات الإرهابية هم أبناء اليمن، مسلمون موحدون، الناس يعرفونهم، الناس يعرفونهم، الناس يعرفون من هم أهل مارب هؤلاء، ومن الذين المهاجرين إلى مارب، من هم؟ هم أبناء قريتهم، هم من أقربائهم، هم أناس عاشوا فيما بينهم، كانوا من أنبل الناس أخلاقا، وكانوا من أحسن الناس أعمالا، وكانوا من أفضل الناس خدمة للناس. هؤلاء الذين تسلط ميليشيات الحوثية عليهم هؤلاء الغوغاء من أجل أن يذهبوا لقتالهم، هم يقاتلون أفضل الناس وأشرف الناس وأنفع الناس للناس. ولذلك فتدليسهم وكذبهم لا ينطوي إلا على غبي أو حاقد مارق لا يعرف أن يفرق بين الحق وبين الباطل. أشكرك جزيل الشكر الشيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك شيخ محمد. إذن مشاهدينا الكرام، يعني ما زالت المقاطع تصل من أرض المعركة والمعنويات مرتفعة وعالية جدا بالنسبة للمقاتلين وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد تلك الهجمات البربرية التي تريد ميليشيا الحوثي الإرهابية النيل منها. إذن دعونا نتابع هذه الرسالة من الشيخ صالح الروسة، وهو يتحدث عن معنويات المقاتلين في هذه المعركة، وأن ميليشيا الحوثي منهزمة بسبب تلك الضربات والتلاحم الشعبي والإسناد الشعبي لأبطال الجيش الوطني. مهما كان الموت آتي، لكن ما أجمل الموت ونحن رافعين رؤوسنا دون أعراضنا وشرفنا وديننا وعقيدتنا، وما تبقى من يمننا، وسيعود الباقي بإذن الله. يا أبناء اليمن، يا أسود اليمن، يا أبطال اليمن، يا حماة العقيدة والدين، احنا الآن نقدم خيارنا. هذه مواقف، سجل تاريخك أيها المسلم، أيها المقاتل، أيها المجاهد، أيها البطل. لا تهزكم العراجيف، ولو كثر عددهم سيقل بإذن الله، ولو كثر عددهم سينتهي، ولو جيشوا فوقنا من النفالف الذي يلفلفونهم لا يعرفون دينا ولا عقيدة سينتهون ضربة بعد ضربة، والنصر قادم والحق منتصر والباطل منهزم، والنصر لليمن ولأهل اليمن، وستقتل مقاتليهم ويندموا على ما قدموا ويندموا على ما فعلوا في اليمن. هم الآن يدمرون في محافظات اليمن ويقتلون أبناء اليمن، يسوقون بعضهم فوق بعض، لكن أبناء اليمن والجيش الوطني والقبائل، أبناء قبائل اليمن وأبناء الجيش الوطني وأبطال هذا الشعب سيقفون للحوثي بالمرصاد، سيقفون للحوثي بالمرصاد، سيقفون للحوثي بالمرصاد، ولو متنا الرجل تلو الرجل سينتصر الحق بإذن الله. وإنما هي محنة حتى يعلم الله الصادقين منا، الجبهات ملتهبة وحمران العيون والأبطال وأصحاب العقيدة للمجرمين بالمرصاد، والآن يتوافدون اليمنيين من كل حدب وصوب، كل يريد يواجه الحوثي. وينبغي أن نكون على هذا المنهاج ونكون على هذا الطريقة، نناصر جيشنا الوطني الواقف لهم بالمرصاد، ونحن كقبائل وأبناء شعب أصحاب عقيدة ودين لا يلعب فينا اللاعبين ولا يضحك علينا الضحكون، نحن نقدم ونتوكل على الله. ولو رأيتم العدد يقل أو رأيتم العتاد يقل، قوة ربي فوق كل قوة. إذن كان هذا حديث العميد الشيخ صالح الروسة، وهو يتحدث عن هذه المعركة وصمود أبناء محافظة مأرب وكذلك قبائلها، وأيضا أبطال الجيش الوطني في معركتهم المستمرة
لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية، نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل معكم هذه التغطية، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على هواي مباشرة في هذه التغطية الخاصة عن آخر المستجدات في محافظة مأرب. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي عبد الخالق عطشان. أسعد الله مساءك سيد عبد الخالق. عبد الخالق مرحبا بك. هل عبد الخالق؟ إذن طيب، ريثما نتمكن من الوصول الى الكاتب الصحفي عبد الخالق عطشان. مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد هذا الاستطلاع الذي عدوا لنا الزملاء عن محافظة مأرب والامن الذي يسوده والاستقرار، وعن ايضا الاسناد الشعبي لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من ابناء محافظة مأرب، وماذا تعني لهم الحكومة الشرعية والجيش الوطني الذي حافظ على هذه المحافظة. اليوم تمثل القبيلة والجيش يدا واحدة ضد الإمامة الفارسية. القبيلة لا تختلف عن الجيش، بل الجيش لا يختلف عن القبيلة. امتزج الدم بالدم والأخوة بالأخوة، امتزج كل شيء ما بين القبيلة والجيش، ولذلك تجد اليوم القبيلة في الجيش والجيش في القبيلة، كلهم يد واحدة ضد المشروع الفارسي الإرهابي الذي يريد أن يقوض الجمهورية اليمنية. شكرا جزيلا لمأرب، شكرا جزيلا لقبيلتها، لجيشها، لأمنها، لساكنيها. مأرب هي النواة الأولى الذي حمت الجمهورية بجيشها وبأمنها وقبيلتها. شكرا، شكرا جزيلا لمأرب ولكل من دافع عنها. القبيلة هي التي ساندت الجيش في كل معاركة، وهي التي تخوض المعارك في أرض المعركة، وأصبح القبيلة بكاملها هي المساند الوحيد لهذا الجيش بكل أطيافه. كل القبائل التفت حول الجيش الوطني وهم من يقاتلوا في أرض المعركة. يعتبر الجيش والقبائل هم أول من يدافع على هذه المحافظة، لذلك ندعو من هنا، ندعو القبائل وندعو الجيش الوطني ممثل بقيادة الدفاع، بقيادة وزارة الدفاع، إلى الالتحام وأن يكونوا، أن يوحدوا الصف ويكونوا يد واحدة من أجل الدفاع عن مأرب، من أجل الدفاع عن هذه البيئة الباغية التي جاءت بسب الصحابة، بسب الدين، بالتفرقة، بأشياء دخيلة على الدين، بسب الصحابة، بسب أمهات المؤمنين، بتفجير دور القرآن، بالقضاء على العلماء. نرى أن التلاحم الذي تعيشه مأرب اليوم هو نفس التلاحم الذي كانت تعيشه منذ 2015. الكل هنا سواسية، قبائل، أفراد، جيش، مثقفين، إعلاميين. لا تشعر حين تعيش في مأرب، لا تشعر بأي اختلاف أو أن هناك أي تفرقة. ولذا فإننا نراهن على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم على تلاحم أبناء القبيلة مع أبناء الجيش الوطني والمقاومة وأفراد الجيش والأمن، وهذا ما نراهن عليه في قادم الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا خوف على مأرب في ظل وجود سلطانها وجيشها وأمنها واستقرارها. الالتحام في هذه المعركة المصيرية التي هي المعركة المصيرية بين الميليشيا الحوثية الإرهابية التي هي امتداد للإمامة، والجيش الوطني الذي هو الجيش الحامي الأول للجمهورية، مطلوب من كل الناس، من كل الفئات ومن كل فئات المجتمع، سواء القبائل أو الأمن، الإعلامي، الصحفي، المعلم، كل فئات المجتمع لابد أن تتكاتف خلف الجيش الوطني وتساند هذه المعركة المصيرية، فهي معركة الجميع وليست معركة الجيش فقط. ورفع المعنويات ودحض الشائعات في هذه المعركة المصيرية شيء مهم جدا، لابد أن ينبري لها كل فئات المجتمع، ولا ليست مسؤولية الجيش لوحده. طبعا التلاحم بين أبناء الجيش، كل الجيش وأبناء القبائل، كل منهم يكمل الآخر، كل نكمل منهم الآخر في الدفاع عن الثورة والدفاع عن الوحدة والدفاع عن الجمهورية والدفاع عن هذا الوطن ضد هذا الكهنوت. التلاحم عامل مهم من عوامل النصر ومن عوامل استعادة الجمهورية،
فإذا لم توجد الثقة ما بين القائد والجند وما بين المسؤول والمرؤوس لم تكن هناك عزيمة للتحرير أو ما إلى ذلك. فمن خلال تلاحمنا وتوحدنا إما أحزاب وإما كتل وإما طوائف من جميع الأفكار نتوحد، المعركة معركة الجميع، المعركة مصيرية ليست على حساب أي حزب وإنما على حساب الوطنيين. الحوثي يريد، ميليشيات الحوثي يريد قتل الجميع، يريد تدمير الجميع، لا يريد حزب على آخر. فعلى الجميع، أدعو الجميع من أحزاب من طوائف من شخصيات للتلاحم، نقف صف واحد أمام ميليشيات الحوثي الإرهابية حتى إن شاء الله ننتصر. ونحن نعتبر الأحزاب مؤسسات وطنية، فلذلك نجب أن نجتمع ونتنافس في خدمة الجيش الوطني والشرعية حتى ندحر ميليشيات الإنقلاب. بالنسبة للتلاحم بين المدنيين والمجاهدين المرابطين في الجبهات، فكلنا جنود للجمهورية، والجمهورية هنا تنطلق من مارب، مارب معنويات تناطح السحاب. إن شاء الله قادمون على صنعاء، توجد كروفر ولكن إن شاء الله عازمون على صنعاء. والإشاعات التي يبثها الحوثيون بدخول مارب لا توجد إشاعاتها، نحن في معرض الكتاب الأول في مارب نقرأ الكتب ونشارك في الجبهات. فحربنا كما قال سلطان العرادة، حربنا حرب الشباب من هنا بالثقافة ومن الجبهات بالسلاح، فنحن نحمل البندقية والقلم. شكرا للزملاء الذي عدوا لنا هذا الاستطلاع، وشكرا لكل من شارك وأدلى برأيه عن هذه المحافظة وصمود أبنائها وقبائلها وعن التلاحم الشعبي في هذه المحافظة. معنا عبر الهاتف عبد الخالق عطشان الكاتب الصحفي، مرحبا بك سيد عبد الخالق. حياك الله أخي الكريم، أهلا ومرحبا بك. اليوم المعركة الإعلامية التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية ليست بأقل أهمية عن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مواقع الشرف والبطولة والدفاع عن هذه المحافظة. لا أريد أن أتحدث اليوم عن ربما من يصدق هذه الشائعات التي تروج بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتحدث عن الذين ما زالوا منغرين بتلك الأخبار التي تنشر هنا وهناك التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية والبعيدة كل البعد عن الواقع وأرض الميدان والمعركة. تعليقك على تلك الشائعات. في الحقيقة الجميع يعلم أن الحركة الحوثية الإرهابية هي ما كانت أن تعتدي وتبغي على الأرض وعلى الإنسان، وأن تحاول أن تحاصر المدنيين وتستهدف النازحين، محاولة أن تجد لها موضع قدم في مارب، تحاول أن تستحوذ على كل شيء، تستخدم في ذلك الإشاعات والشائعات، تستخدم في ذلك الكذب والدجل والتضليل، تحاول جاهدة بالتزامن مع عدوانها البربري العسكري استخدام السلاح الإعلامي الذي تستخدمه في يدها. هذا السلاح لا يقل أهمية لو نحن نستخدمه، لكن مع ذلك نحن نستطيع أن نقول أن الشائعات التي تبثها الجماعة الإرهابية هي شائعات كاذبة، وما يثبت كذبها وزيفها هو الواقع، الواقع الذي يشاهده الإنسان اليمني الذي تحتل أرضه وتحتل عقله وتحتل مجتمعه والجماعة الإرهابية، مواكب الموت، الكرنفالات الموت التي تعود في صناديقها من جبهات القتال، هذه المعارك التي فرضتها الجماعة الحوثية، الموت الذي المحدق بكل من يأتي إلى مارب، الصناديق، المقابر التي تفتتح في كل يوم، المقابر، ثلاجات الموتى الممتلئة، القاطرات التبريد التي تحولت الآن من ازدحام الثلاجات، كل ذلك تدحض شائعات الجماعة الإرهابية الحوثية. الحوثيون يستخدمون شائعات تضليلية، يستخدمون انتصارات زائفة منذ قبل 6 سنوات يستخرجونها ويحاولون أن يسقطونها على الواقع. اليوم هم يندحرون حول مأرب في كل الجبهات، في شرقها، في غربها، في جنوبها، لا يجدون ما يسعفهم، لا يجدون ما يعزز كذبهم، فلذلك جاءونا إلى كل شائعة، كل شيء متاح لهم. عبد الخالق، يعني الدور الإعلامي اليوم من الحكومة الشرعية والنشطاء وغيرهم في توعية المجتمع عن هذه الأكاذيب التي تروج لها ميليشيا الحوثي الإرهابية حتى لا يكون هناك تغرير والزج بأبناء الشعب اليمني في محارق مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية.
الدور الإعلامي أنا أظن الدور الإعلامي يمشي على قدم وساق. هناك تعاون إعلامي رسمي، تعاون مجتمعي، نشطاء من جميع النخب، من جميع القطاعات الإعلامية والثقافية والاجتماعية، لكن لا يعني لا يوجد واحدية في دحض هذا الشائعات، لا توجد واحدية، لا يوجد عمل منظم. يجب أن نعترف بهذا الشيء. الحوثي يمشي بنسق منظم، يمشي بعملية منظمة، سواء وهو على باطل في نسي الشائعات، ونحن رغم أباطيل ورغم ضعف إمكانياتنا، لكن نحاول جاهدين قدر الإمكان أن نبدد تلك الشائعات. في الحقيقة هو لا يوجد مغربط بهم مع الحوثي. أنا أظن أنها 6 سنوات كافية لأن يعقل الإنسان، 6 سنوات انقلابية قمرية ولا شمسية. هم يدركون تماما أنهم يعني يزجون بهم إلى محارق القتل. 6 سنوات اليمنيون في أراضي المحتلة من قبل الحوثيين هم يرون إلى المناصب لمن تورث ولمن تكرس ولمن توزع. هي تورث لسلالة بعينها، تورث لجماعة بعينها، بينما يزاح المستحقون لذلك من أبناء من المجتمع الغير سلالي الغير عنصري. أظن أن هذه أدلة كافية لهؤلاء الذين يتجمعون ويساقون إلى محارس البوت. هذه أكبر أدلة كافية على شائعات الحوثيين. نعم، الكاتب الصحفي عبد الخالق عطشان، نشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في هذه التغطية. إذا المشاهدين الكرام، دعونا نستعرض بعض ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا على المستجدات والمعركة في محافظة مأرب، وبداية بهذه التغريدة للأستاذ أحمد المسيبري الذي علق على مقطع الفيديو لأحد مشائق محافظة مأرب وهو يتحدث عن هذه المعركة، ومضمون ما قال فيه: الليلة ما هي مثل البارحة، والحوثي مخابراته في كل مكان، عليه تخبر نهايته وقوته الإرهابية من مأرب، والله ثم والله نعاهد الله ما نعاهد بشر، ما بدعس الحوثي مأرب وعاد الأرواح لنا في جسد. وطبعا عبر عن هذه الكلمات وقال أحمد المسيبري: شاهدوا والله هذا البطل المسن، والله إن جسمي كله يقشعر من كلامي حينما يمثل هؤلاء، حتما بمثل هؤلاء ستنتصر مأرب لليمن بإذن الله. نتابع المقطع. الليلة ما هي مثل البارحة، الحوثي مخابراته في كل مكان، تبلغه مخابراته إن مقبرته مأرب، مقبرته ونهايته وقواته مقبرته مأرب، والله ثم والله نعاهد الله ما نعاهد البشر، والله ثم والله ما نعاهد البشر، ما نعاهد إلا الواحد الديان، إنه ما يدعس مأرب وعاد الأرواح لنا في جسد. كل جندنا جلدين الله جاهز، اسمعوها معجزة، من غزا من برجع جيش جنايز، ما حصد غير الخزا، والله إنه ما نفع سحره وحرزه، البس الأكفان في الهيجة معاوز، والمدارس مركزة، والبنادق من محاسمنا تناحز، كل من يتجاوزا من دخل نظرها ما فس فسه. رشيد الرشيد الرشد الذي قال: لمن يسأل عن جبهات مأرب، هذه معنويات الرجال المدافعين عنها، اسمع وشوف واملأ عيونك. يتحدث عن هذا المقطع الذي سوف نشاهده سويا. ركب الشنشور في بطن العطة الحامل الترباس ناداك كل بارد فارس الهيجاء على خيلك ترجل من دعاف الليلة القدران جاوب يا حدا صهيون هدينك تمهل مثل ما غزا عتل قسوار مارب المدينة حول الخندق مدبر باتر تحزابكم ثنتين كتائر راح فيها كل من قمنا وتطر وحد حنشان صعده والعقارب والخلايا النايمة نومة مغفى الخلخل والأمن يا حي الشوارب من نزل مارب رجع صنعاء مقتل من شاف إسرائيل في الصحراء مواظف ومن سلم منهم ورا الميرين بلل فوق نفسه قد فعلها مات خايب. الدكتور محمد جميح والآخر تحدث عن كذب ميليشيا الحوثي الانقلابية وهو صاحب الكلمة المشهورة: يكذبون كما يتنفسون. قال: في بداية الهجوم على مأرب زعم إعلام الحوثيين محاصرة العرادة والمقدشي في المدينة، ودبلج الكهنة فيديوهات لوصولهم سد مأرب، وتحدث بعض نشطائهم عن تجاوز مأرب إلى طريق العبر. وبعد هذه الإنجازات الوهمية عادوا للحديث عن المخدرة وصرواح وجبل مراد، والحقيقة الثابتة أنهم ساقوا عيال الناس للمهلكة.
إذن التغريدة لعبد الملك الحميدي الذي قال: كمية مهولة ومخزون ضخم من الهيبة والإباء والشجاعة ورثوها كابر عن كابر، لا تراها في غير مأرب. عاشت مأرب مجدنا التليد وقلبنا النابض وحاضرنا المشرف ومستقبلنا المشرق وجمهوريتنا الجديدة. هذه هي الصورة التي علق بها عبد الملك الحميدي. أما الإعلامي جميل عز الدين قال: في كل محاولة يقوم بها عيال إيرلو للسيطرة على مأرب نقول لهم لا فائدة، فلا تقتلوا شباب اليمن من أجل أن يحكم حفيد الإمام الفقيه من كهفه. أيها الإخوة، أعلم أن رجال الجيش الوطني ورجال مأرب لا يحتاجون لتغريدات بل لسلاح، كما نعلم أن نباح المستأجرين لا يثنيهم عن الدفاع عن دينهم وجمهوريتهم. وعلق بهذه الأبيات الشعرية: وسيسجل التاريخ اليوم هذه المواقف المشرفة والشجاعة لأبطال الجيش الوطني الذين جعلوا من أجسادهم قلاعا منيعة تتحطم عليها كل مؤامرات الداخل والخارج. واعلموا أن شائعاتكم لا تكاد تتعدى صفحاتكم، فمعنويات الرجال تعانق السحاب وتناطح الجبال، وكأن لسان حالهم يقول ما قاله الشاعر محمد إقبال: كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. إذا نختم بهذه التغريدة لحساب مطنوخ مأرب الذي قال: شيخ مرشد عبد الله قال يوجه أقوى رسالة مأرب مقبرة الغزاة، كلمة صادقة من رجل صادق، من هذا الكلام يأتي النصر بعون الله تعالى، أفلح الوجه بنور الإيمان. نتابع هذه الرسالة: والله الذي لا إله إلا هو لو صدقنا مع الله ثم صدقنا في طاعة ولي الأمر ثم صدق ولي الأمر في طاعة أهل الله، إنه ما يتغلب علينا الحوثي عميل اليهود والنصارى، والله ما يتغلب علينا المستأجر الذي يستأجر ويحاربنا ويدعينا أن احنا دواعش وأن احنا تكفيريين وأن احنا تبع أمريكا. نحن ما عندنا أمريكا، أمريكا في بلادها يغزيها ويغزي ويفجر المساجد والمنازل والخطوط والمدارس ويكبر الله أكبر الموت لأمريكا، والله أنه حامي السفارة الأمريكا وأنه ساكن في أمريكا. الله مع الحق والشيطان مع الباطل، فأهل الشيطان وجماعة الشيطان مدحورين مغلوبين مهزومين، وجماعة الحق منصورين بإذن الله. فنحن نعتبر مأرب وما حوله ما هي إلا مقابر لهم وحصدا لهم، ووالله ما خرج عليهم من رجال الحق إلا يمكن 10%، وباقي له 90 متربصين له، وإذا خرجوا عليه ما يبقى له إلا اللعنة في الأرض. فنحن نبلغه إنه يعود ويتوب إلى الله ويرجع إلى صفوف المسلمين ويتقي الله في أبناء المسلمين، ما وردهم من الصين، أبناء اليمن ما وردهم من اليابان، يغرر بأبناء اليمن ويقتلهم في صفه ويقتلوا أخوانهم في الصف الآخر، ثم يقتل الطرفين ومن الضحية أبناء اليمن، فيعود ويتوب إلى الله ويرجع إلى صف اليمنيين ويتوب إلى الله من العمالة والكذب على الله ورسوله والكذب على المسلمين. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية، أشكركم على الطيب المتابعة، يلقاكم بمشيئة الله تعالى في 10:00 زميلنا مختار الفقيه في تغطية أيضا مع آخر المستجدات. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله. عانق الأبطال يم والبواسل في جبالك في سهولك والسواحل، وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناوم. عانق الأبطال يم والبواسل في جبالك في سهولك والسواحل، وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناوم. جيشنا يا جيشنا جيشنا.